السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم بدنا نتكلم عن علاج مشكلة الشربون والشرارة اللي بتطلع على الشربون في البوبينات أو في المحركات اللي فيها بوبينات وتشتغل على شربون على فحمات زي هيك. يعني هذا محرك تبع تريدميل بيشتغل على شربون وعلى فحمات. طبعا بعد ما نتأكد إنه البوبين سليم وما في مشاكل، طبعا بعد ما نفحصه ونقيس المقاومات للملفات كلها على اللمات مثلا لازم تكون متساوية، وبنفحصه مثلا على الجلولر ومثل هاي الأمور ونتأكد إنه شغال وبنشغله إحنا. طبعا هذا التريدميل بيشتغل على أعلى فولت إلو 180 فولت دي سي وبيشتغل سرعات، يعني بأخذ فولت قليل فبيشتغل بطيء وبأخذ فولت أعلى بيشتغل أسرع، بأخذ فولت أعلى بيشتغل أسرع وهكذا. طبعا المشكلة شو اللي بتصير إنه لما إحنا نعطيه فولت قليل بكون ما في شرارة، لكن لما نعطيه فولت العالي بتصير في شرارة. يعني مثلا زي هيك إحنا لو أعطيناه هيك 110 عن طريق محول لاحظوا في شرارة خفيفة بسيطة، لكن لما نزيد الفولت بتكبر الشرارة، لما نزيد الفولت بتكبر الشرارة، يعني لما نزيد سرعة المحرك الشرارة بتصير أكبر. يعني هاي شرارة لا تذكر، شرارة بسيطة تحت الشربون، شرارة بسيطة تحت الشربون. بدنا نعطيه فولت أعلى شوي، لاحظوا الشرارة كبرت أو زادت الشرارة شوي، ولاحظوا بس نعطيه فولت أعلى كيف بتكبر أكثر. برضو اللي بيخلينا اللي بيدللنا إنه المحرك أو البوبين سليم إنه الشرارة ما بتزيد، يعني تطلع كمية شرارة بتظلها ثابتة ما بتزيد مع فترة التشغيل. يعني لو أخليه شغال أنا شوية الشرارة كمية الشرارة بتكون نفس ما هي ما بتزيد، الدليل إنه مش محروق إنه شغال. لكن لو في إشي لو محروق الشرارة بتكبر وبتزيد وبتصير الشرارة بتلف على داير الكولكتور، هذا بدل انه محروق. اما انه الشرارة بتكون ثابتة بدل انه مش محروق. يعني هذا فولت وسط 150 فولت انا معطيه، في شرارة، هيها الشرارة ثابتة ما بتزيد. طيب هاي مثلا زي هيك شو بكون سببها؟ هاي سببها انه الشربون مش جا، يعني مش ماخذ موضعه بشكل سليم، يعني في تآكل من جهة ومن جهة لا، أو إنه الزنبرك اللي بيضغط الشربون بكون زنبرك في رخاوة بده شد بزيادة. والدليل أنا لو جبت يعني جبت شيء هيك وضغطت ضغطة خفيفة خفيفة جدا يعني على الشربون، لاحظوا كيف الشرارة بتروح. يعني لاحظوا أنتوا الآن في شرارة بسيطة، لاحظوا بس أضغط بتروح الشرارة، لاحظوا راح الشرارة نهائي، الشرارة اختفت نهائيا. لما أرفع إيدي بترجع الشرارة، لما أحط إيدي بتختفي الشرارة. خلونا نحط على فولت العالي بتكون أوضح. الشرارة الآن واضحة، خليني أطفي هذا فولت يطلع أوضح. الشرارة الآن واضحة، لاحظوا بس أنا أحط إشي وأضغط على الفحمة لاحظوا اختفت الشرارة تقريبا،
يعني الشرارة اختفت. هاي اللحظة الشرارة اختفت. لاحظوا أنا بس أرفع إيدي. لاحظوا بس أرجع إيدي. بس أضغط عليها بتروح الشرارة تختفي تقريبا. لاحظوا اختفت الشرارة. يعني هاي الشرارة هيك اختفت على الآخر بالكامل. لاحظوا بس أرفع إيدي الشرارة بتكون كبيرة. الشرارة بتكون كبيرة. لاحظوا بس أحط إيدي بتختفي الشرارة. برفع إيدي بس أضغط على الفحمة بتروح الشرارة. بس أرفع إيدي بترجع الشرارة. هذا بكون هذا بكون سببه انه الشربون مش جالس مكانه مزبوط، فبدنا احنا نجلسه مزبوط، او يعني يا بنغيره الشربون او بنغير الحمالة تبعته الضاغطة تبعته. هاي بكون هذا الزنبرك مش ضاغط مزبوط، او انه الشربون نفسه متاكل فصاير في مسافة يتحرك في العلبة هاي كثير، فاهتزازه هو اللي بيؤدي للشرارة. يعني هو سبب الشرارة انه لما الشربون يلامس الكولكتور والكولكتور يدور وخاصة بسرعة بصير يهتز الشربون فبصير يطلع شرارة. فاحنا طريقة علاجه بس فقط بدنا نثبتها، يا بنغير الشربون نفسه بواحد جديد او بنشوف بنغير القطعة هاي اللي بتثبته بس، وبتروح الشرارة وبصير المحرك يعني بيشتغل معاك بدون اي شرارة تذكر. وهاي هي انا حبيت اني افيدكم فيها، لانه في شباب كثير بتغلبوا في موضوع الشرارة. طبعا ما تكون الشرارة عالية جدا، وخاصة تلف حوالين الكولكتور، فاذا كانت بتلف حوالين الكولكتور شرارة متصلة بشكل دائري بين الفحمتين على الاغلب بكون هذا محروق البوبين. اما اذا كانت الشرارة بسيطة وثابتة يعني ما بتكبر الشرارة، يعني ما بتصير حجمها أكبر الشرارة، هنا بكون البوبين ما في شيء سليم بكون إن شاء الله. وبكون بس علاجه أنه إحنا نثبت الفحمة أو الشربون فقط وبمشي الحال وما في أي مشاكل. إن شاء الله أنكم تستفيدوا من هاي المعلومة السريعة، ما بدي أطول عليكم. ولا تنسوا زي ما بذكركم دائما صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.